بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات مرحلة ثانوية عامة، مرحبا بطلاب الصف الثالث ثانوي عن مستر عزت لشرح وتبسيط قانون زيه. إن شاء الله نروحنا مع حل مزيد من تدريبات كتاب جيم العام 2021 على المنهج بتاعك، ودلوقتي شغالين على الكتاب اللي معنونه جيم عندك Ongoing Assessment and Exams Booklet، وده هنبدأه إن شاء الله النهاردة مع أول تيست هو جايبه على يونت 1، وده موجود على صفحة 6 من الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ أول جملة في تشوز واللي بتقول My grandparents have very far-off ideas about raising children. They believe in severe punishment. بيقول إن أجدادي لديهم وجهة نظر كذا عن تربية الأطفال. بيقول وحسب الجملة طبعاً بيقول إن هم يؤمنوا بالعقاب الشديد. Cultural بمعنى ثقافي ولا modern حديث ولا update الأبديت المحدث يعني محدث زي أنت بتعمل تحديث لبرامج الكمبيوتر بتاعتك ولا old fashioned موضة قديمة. إجابتنا هي old fashioned بمعنى موضة قديمة للجملة رقم واحد. الجملة اثنين بيقول لك I'll send the job application as an email. أنا سوف أرسل طلب الوظيفة، طلب اللحاق بالوظيفة يعني، أو الطلب اللي هم قدموا الوظيفة كإيميل. إيه بقى؟ ترى attachment ولا address ولا accessory ولا connect layer. بتاعنا هي attachment عشان يبقى على بعضها. أن إيميل attachment معناها ملحق بإيميل، يعني شيء أنت الطلب ده أنت هتلحقه بإيميل أنت بعته لهذه الوظيفة، ودي الإجابة بتاعتنا. ادرس عنوان سكن واكسسوري. الاكسسوري ليها اللي هي الاشياء اللي انت بتستخدمها، معروف اكسسوارز حتى اللي بيقولوا عليه اكسسوارات باللغه العربيه. كونكت بمعنى يربط اشياء، يربط شيئين مع بعض. في الجمله رقم 3 بيقول لك ايه، ذا بينترز جاف فراغ اوف بينتينج تشينجد اند ديفلوبد اوفر ذا ييرز. ذا بينترز هنا معناها الرسام، وكذا painting اللي هو الرسم تغير وتطور بمرور الزمن. The painters either application ولا theory ولا style ولا secret. الإجابة بتاعتنا هي style عشان يبقى أسلوب الرسام في الرسم اللي هو بيرسمه ده تغير وتطور بمرور الزمن. style إجابة الجملة رقم 3. طبيعي application طلب لحاق، theory معناها نظرية، وsecret معناها سر. style هي إجابة الجملة رقم 3. أربعة بتقولي My father's old house was in the famous old Gaffara of سيدة زينب. يا ترى era ولا district ولا continent ولا forest. الإجابة بتاعتنا هي district. district بمعنى مقاطعة ماشي أو منطقة. عايز أقول لك إيه؟ عايز أقول لك إن منزل والدي القديم كان في المنطقة المشهورة في حي السيدة زينب. district بمعنى منطقة أو حي ماشي. طيب إرا إجابتنا هي ديستريك طبعا. إرا بمعنى حقبة، والحقبة دي فترة من الزمن. كونتيننت يعني قارة، وفورست بمعنى غابة. الجملة رقم 5 بيقول لك his wife finally persuaded him to give كذا smoking. بيقول إن زوجته في النهاية استطاعت إن هي تقنعه إن هو يقلع عن التدخين. give هنا محتاجة حرف جر. إيه هو حرف الجر؟ أقول give in smoking ولا away ولا out ولا up. أب هي الإجابة بتاعتنا، لأن عندي صيغة اسمها give up smoking بمعنى يقلع عن التدخين. الجملة رقم 6 بتقول لك it's a small shop جايب فراغ about 500 customers a week. طيب يا ترى closing ولا selling ولا averaging ولا advertising؟ الإجابة بتاعتنا هي averaging عشان يبقى معنى الجملة إن بيقول إن المحل ده محل صغير متوسط الزباين بتوعه حوالي 500 زبون في الأسبوع. كلمة averaging معناها متوسط كذا يعني ماشي. كوزنج معناها يسبب، سيلينج معناها يبيع، وادفرتايزنج معناها يعلن. افريجنج اللي هي معنى متوسط. دي اجابه الجمله رقم 6. في الجمله رقم 7 بيقول هي جيف مي باك ذا بوك اند كذا مي فور لندنج ات تو هيم. هو اعاد لي الكتاب وكذا انا لان انا سلفته له او اقرضته له يعني. هتا ثانك ات ولا يوز تو ثانك ولا هات ثانكد ولا ووز ثانكينج. الإجابة بتاعتنا هي ثانكد بمعنى شكرني، وهنا مش محتاج أكتر من ماضي بسيط ماشي. مش محتاج أقول إن هو اعتاد أن يشكر وبعدين غير هذه العادة زي ما هو موجود في يوز تو، ولا محتاج ماضي تام ولا محتاج ماضي مستمر. الإجابة هي ماضي بسيط ثانكد، وملهاش أي مش محتاجة أي تعديل على ده. في جملة رقم 8 بيقول لك إيه، علي's father went to prison because he والد علي ذهب للسجن، دخل السجن يعني لانه ايه بقى انتو ديت. انتو ديت معناها في الدين. يا ترى was getting ولا has got ولا have got ولا gets. الاجابه بتاعتنا have got ماضي تام. ليه هنا؟ هو طبعا واضح قدامك ان الجمله اللي قدامك الحاسه الاولاني فيها ماضي بسيط وجايب because، يبقى انا كده عايز بعد because ماضي
تام ماشي، ودي اجابه الجمله رقم 8 هاد ضاق. في الجمله رقم 9 the house next to yours was full of policemen and police dogs yesterday. شخص بيكلم واحد تاني بيقول له ايه؟ بيقول له البيت اللي جنب بيتكم كان ملقان برجال الشرطه والكلاب البوليسيه بالامس. What a بيسالوا بقى عن اللي حصل، يا ترى they did ولا were they doing ولا have they done ولا do they do. الاجابه بتاعتنا هي were they doing، لانه بيتكلم عن شيء ماشي كان يحدث في فتره معينه في الماضي، كان مستمرا طبعا، فهنا محتاج انه يكون في صيغه الماضي المستمر مش محتاج ماضي. بس طبعا اولا دي they did دي صيغه خطا، لان اللي قدامي ده سؤال محتاج فعل مساعد الاول وبعدين فعل، فزي دي كده خلاص خطا مش هينفع تتجاب ماشي كده. انت محتاج تختار ما بين الثلاث اجابات اللي هم بي سي دي. اللي ينفعني هنا هو هي الاجابه بي، لان هي لو بشكل السؤال في الماضي المستمر. هاد زي دون دي صياغه في الماضي التام انا مش محتاجها، ودو زي دو دي في المضارع البسيط وهي خطا تماما، لان انا اختياري كان على الماضي المستمر وير زي دو الجمله رقم 9. فعشان بقول لك ايه ذا رايتر الكاتب ماله بقى هاز لاست نوبل 6 تايمز بيفور، اخر روايه كتبها 6 مرات بيفور هي واز هابي وذ ات قبل ان يكون سعيد بها. يا ترى هاف تشينج ولا هاد تشينج ولا وود تشينج ولا هاد تشينج ولا واز تشينجينج. الاجابه بتاعتنا هي هاد. ليه بقى هاد تشينج الماضي التام؟ ليه خدت ماضي تام؟ لو بصيت في الرابط بيفور هتلاقي ان جاي وراه جمله ماضي بسيط صح؟ طيب خلاص الطرف الثاني بيكون زمنه ايه؟ يكون زمن الماضي تام. يبقى انا اخدت ماضي تام لاني الجمله اللي قدامي فيها اشاره على ده من خلال بيفور وراها ماضي بسيط، يبقى طرف الجمله الثانيه هيكون ماضي تام، وده السبب في اختيار هاد تشينجد الاجابه سي وترك باقي الاجابات. الجمله رقم 11 بتقول لك ايه؟ She took off her coat جاب فراغ she entered the house. هي خلعت المعطف بتاعها كذا دخلت المنزل. يعني عايز ايه يقول ايه الحدث ايه الرابط الزمني لهذين الحدثين؟ As soon as ولا already ولا just ولا while. As soon as كلمة as soon as المعنى الحرفي ليها بمجرد ان، ومن ضمن الملحوظات اللي احنا بناخدها عليها طبعا العادي بتاع as soon as ان جملتها تكون ماضي تام والجملة في الطرف الاخر تكون ماضي بسيط تمام، لكن ليها ملحوظة بتقول ايه؟ اذا كان هناك حدثان لا يوجد فارق زمني بينهما مع as soon as الاثنين يكونوا ماضي بسيط. يعني دي بمجرد ما دخلت البيت قلعت البلطو اللي هي كانت لابسه، ولذلك هناخد as soon as ومش هينفع يجي معانا اي رابط زمني اخر already او just او حتى while. as soon as الاجابه الوحيده. 12 he continued his journey هو استمر في الرحله بتاعته جاب فراغ بعد كده he had changed the tire ادي he had changed كده، يبقى الجمله ده هي عندي ماضي تام والجمله الاولانيه ماضي بسيط. طب فين الرابط اللي ينفع كده until؟ لا ليه ما تنفعش until؟ until تحتاج ان الجمله اللي قبلها تكون منفيه واللي بعدها مثبته، طب الجملتين مثبتين يبقى مش هتنفع until. طب ناخد بيفور ولا يت ولا افتر؟ الاجابه بتاعتنا هي افتر. طب ليه خلينا افتر؟ لان افتر هي اللي جملتها بتكون ماضي تام والجمله على الطرف الاخر بتكون ماضي بسيط ماشي، وده اللي خلى بيفور ما نفعتش ماشي. طيب يت تجيب جمله منفيه خلاص يبقى الموضوع انتهى، خلينا افتر علشان جملتها تكون ماضي تام وجمله في الطرف الاخر ماضي بسيط، وده ما هو واضح قدامنا في الجمله رقم 12. 13 Our team had scored 3 goals. فريقنا سجل 3 اجوال. ماشي. جاب فراغ. We got to the match. وصلنا للماتش. طيب ماشي. يا ترى ايه until؟ لا مش هتنفع. ليه؟ احنا لسه قايلين ان until بتجي جملتها الجمله اللي قبلها منفيه والجمله اللي بعدها مثبته وده مش متحقق. تمام. By the time ولا while ولا during؟ هناخد by the time. طب ليه خلنا by the time؟ ان باي ذا تايم من الكلمات اللي جملتها تكون ماضي بسيط والطرف الاخر من الجمله يكون ماضي تام وده متحقق قدامنا. لو بصيت وي جوت تو ذا ماتش هتلاقيها ماضي بسيط وادي الطرف الثاني من الجمله ماضي تام، يبقى ده اللي خلى باي ذا تايم هي اللي تنفع. طيب ليه واي ما نفعتش؟ لان واي بتحتاج ان جملتها تكون ماضي مستمر ماشي وده مش متحقق. طب ليه خلنا جورينج؟ لان جورينج يجي وراها اسم ماشي ما يجيش وراها جمله فيها فعل وفعل وما الى ذلك، وده اللي خلى باي ذا تايم هي الاجابه الوحيده الصحيحه في الجمله رقم 13. 14 وسام ماله بقى 5 letters yesterday morning 5 خطابات صباح الامس. تايب typed ولا was typing ولا had typed ولا used to type. الاجابه بتاعتنا ماضي بسيط وبس مش محتاجه تكون ماضي مستمر ولا ماضي تام ولا used to زي ما هو موجود في الاختيارات الاخرى. typed هي الاجابه الوحيده الصحيحه في الجمله رقم 14 زمن ماضي بسيط.
فجمله رقم 15 بتقول نو سونر هاد ذي، معناها ما كادوا هم كذا بلاي ذا ماتش، نو سونر هاد ذي بلاي ذا ماتش جاب فراغ ذي توك ذا بلين هم. طيب عايز اقول لك ما كادوا ان يلعبوا الماتش حتى اخذوا طائرات ايه العوده الى الوطن، قالوا لي يا دوب خلص ماتش ورجعوا. طيب ايه الرابط بتاع نو سونر؟ فاكره ده يتحفظ حفظ حضرتك. يبقى نو سونر ليها رابط، زين لا، ذات لا، وين لا، زان هو الرابط بتاعها، ان يعني الرابط بتاعي عشان تبقى جمله. نو سونر زان معناها ما كاد كذا حتى كذا، معناها يعني يا دوب عمل ده وراح انتهى عمل الفعل اللي بعده، زان هي الرابط المناسب والوحيد للجمله رقم 15 مع نو سونر. 16 بيقول لك زي بعد جاي الفراغ ان ذا جاردن اند هافينج فان وين ذا ستورم بيجان، هم كانوا كذا في الجنينه وكانوا بيستمتعوا عندما بدات العاصفه. طيب ماشي، يبقى انا كده عايز ايه؟ يا ترى عايز ار سيتنج ماضي سوري مضارع مستمر، ولا عايز هات سات ماضي تام، ولا وير سيتنج ماضي مستمر، ولا سات ماضي بسيط؟ عايز ماضي مستمر. ليه؟ لانه بيشير الى حدث كان مستمرا في الماضي قطعه اخر. ذي وير سيتنج، كانوا يجلسون في الحديقه ويستمتعون عندما بدات العاصفه، ودي الاجابه بتاعت الجمله رقم 16 وير سيتنج. ونروح لصفحه 7 عشان نكمل اول امتحان موجود على الوحدات بتاعتنا، واول وحده الوحده الاولى. طيب القطعه اللي قدامي بتتكلم عن فكره الكتابه. بيقول الكاتب اللي قدامي ان هو في القطعه ده بيقول ان ناس كتير بتحب يا اما تسمع قصص او حتى تحكيها، لكن ما بقى ايه الحكايه بقى في موضوع الكتابه؟ بيتكلم ان هو الكاتب بيقول ان الكتابه من الاشياء المهمه جدا وتحتاج مهارات عاليه جدا، اهمها الممارسه. لازم الواحد يكون عنده قدره على ممارسه الكتابه لفتره طويله. وبيتكلم الكاتب قدامي على ان حتى الكتاب المحترفين مش بيعملوا حاجه بيرفكت من اول مره، لكن بيحتاج ان هو يراجع الكتابه بتاعته مره ومره ومره، وكمان بياخدوا اراء اصدقائهم، وممكن اصدقائهم يخلوهم يغيروا اشياء في الكتابات اللي هم عملوا. طبعا الكتابه التغيير في الشيء اللي كتبوا هؤلاء المحترفين بيخلي الكلمات والاحداث بتبقى اللايف، يعني كانها حيه كده، وكمان بيراجع السبيلنج وبيراجع البانكشويشن والحاجات اللي زي كده. تمام، بينصحك الكاتب وبيقول لك ان موضوع مراجعه ما كتبته شيء مهم جدا، لان زي ما قلنا التغيير ده المراجعه دي بتؤدي الى تغييرات، منها تحويل الكلمات او الاشياء المستخدمه كعبارات واحداث من شيء ممل الى شيء مشوق او بيدي جاذبيه للاشخاص اللي هم يستمتعوا بيه. المراجعه بتبقى مهمه جدا، لانه بيقول لك revising your writing polishes them up، بتنقيها المراجعه، بتنقي الكتابه بتاعتك وبتخليها ready for the readers to enjoy، جاهزه للقراء ان هم يستمتعوا بيها. ونبدا الاسئله اللي جايه على القطع اللي قدامك، وهنبدا بتشوز الاول، اول مجموعه في تشوز. السؤال الاولاني why is writing considered a hard skill، ليه الكتابه من المهارات الصعبه؟ ليه بقى؟ لان اخد لها الـ 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 الاجابه ب، هنقول as it takes practice او as it needs practice، يعني عايز اقول لك ان هي محتاجه، هو طبعا واجب ان هو as it takes practice، لانها بتاخذ ممارسه، والممارسه في الكتابه مهمه جدا. في اثنين بيقول لك ايه why is revising the writing important، ليه مراجعه الشيء اللي انت كتبته مهمه جدا؟ عشان الاختيار ب، it can make the writer's ideas alive، لان ده بيجعل من افكار الكاتب حيه، بيديها الحياه يعني. في رقم 3 بيقول لك ايه what does the underlined pronoun they refer to، لو رجعت القطعه هتشوف انت ان هو بيعود على the friends اصدقاء، ودي كانت الاختيار دي للجمله رقم 3. فاربعة بيقول لك ايه when you revise your writing you، عندما تراجع الكتابه اللي انت كتبتها انت بتعمل ايه؟ الاختيار دي make it ready for readers to enjoy، تجعل منه شيء جاهز للقراء ان هم يستمتعوا به. طيب نشوف المجموعة الثانية من الأسئلة، ودي دبليو اتش كويستشن، أحيانا بيبقى ليها إجابات موجودة في القطع، وأحيانا إجاباتها بتبقى أنت من خلال فهمك للقطع. تمام؟ طيب تعال نروح للسؤال رقم 5 في المجموعة، وده المجموعة بيقول لك why is revising your work important give two reasons، ليه مراجعتك للعمل بتاعتك مهمة جدا؟ واديني سببين. تعال نرجع للقطع علشان نشوف إجابة الجزء ده، ودي موجودة في الفقرة الأخيرة اللي هي بدأ بريفايزنج والرايتنج، شايفها از امبورتنت، اهي واضحة جدا. بنكمل إجابتنا، طبعا إجابتنا هنقولها من أول هنا the changes you make can turn boring words into exciting words. تمام، وهنكمل بيه it can make your ideas come alive، وده كويس خالص
كإجابة للسؤال رقم 5، وننتقل للصفحة الأخرى علشان نكمل باقي أسئلة القطعة. وصلنا للسؤال رقم 6 واللي بيقول What do writers do to revise the writing mentioned two ways؟ إيه اللي بيعملوا الكتاب علشان يراجعوا الكتابة بتاعتهم؟ ويتكلم في ده عن حاجتين. هنرجع القطعة بتاعتنا وفي الفقرة التانية اللي بدأ When you revise، شايفها اهي When you revise، ناخد آخر كلمة اللي هي يو ونكمل بها إجابة. بيقول لك You check your spelling. You make sure that you have used capitals, periods and other punctuation marks in the best way. ماشي. وبعد كده بنكمل نقول You look for words that can be taken out or added for different more exciting meanings. وكده دي إجابة كافية جدا للسؤال رقم 6. تعال نروح للسؤال رقم 7. احنا لسه ما زلنا مع أسئلة القطع. القطع بيبقى عندك عليها 4 choose و 4 wh question. السبب يقول لك What do you think would happen if professional writers didn't revise their writing؟ يقول لك ايه اللي ممكن يحصل لو الكتاب ما راجعوش، الكتاب المحترفين ما راجعوش الكتابات بتاعتهم. الإجابة دي مش موجودة بالنص كده مباشر في القطعة، ولذلك احنا كتبنا لك ليها إجابة بالشكل ده They wouldn't be able to polish them up or make them ready for the reader to enjoy. ماشي. ودي إجابة السؤال رقم 7. بيقول ان لو انت ما كتبتش، لو انت ما راجعتش الكتابة بتاعتك، كتاب محترفين طبعا لو ما راجعوش مش هيكون طبعا قادر ان هم ينقوها او حتى يخليها جاهزة للقارئ ان هو يستمتع بيها. وتعالى نرجع للأسئلة بتاعت القطعة علشان نشوف السؤال رقم 8. يقول لك If you were a writer, what kind of novels would you write and why? لو انت كنت كاتب، ايه نوع الروايات انت تحب تكتبها وليه؟ طبعا برضو دي ملهاش اجابة نصية في القطعة، ولذلك احنا قلنا يعني مثلا انت براحتك، انت اكتب زي ما انت عايز. بس انا مثلا لو انا احب اكون ده، اكتب ايه بقى؟ adventure novels. بقى هكتب adventure novels because they are exciting، لان القصص او الروايات اللي فيها مغامرة بتبقى مثيرة جدا، وطبعا ناس كتير بتحب تقراها. ونرجع نكمل الامتحان بتاعنا على الوحدة الاولى، ووصلنا لجزء الترجمة. في جزء الترجمة طبعا بيبقى جايب لك ترجمة بالشكل ده، جملة باللغة العربية كبيرة زي ما انت شايف، وجملة باللغة الانجليزية. نبدأ باللغة الانجليزية الاول. It is said that literature is the art of discovering something extraordinary about ordinary people. A writer is a special person who can change this into an exciting form. طيب تعالى كده ندور على الكلمات الصعبة قدامي. مثلا كلمة literature بمعنى أدب، discovering بمعنى اكتشاف، extraordinary معناها فوق العادي او حاجة، لان كلمة ordinary معناها عادي، اللي هي الكلمة اللي بعدها ordinary معناها عادي، extraordinary معناها شيء غير عادي او فوق العادي. تمام. طيب ماشي. special بمعنى خاص، change exciting يعني الكلمات اللي بقى مش كلمات صعبة. فلو جينا نترجم الجزء ده باللغة الانجليزية، مثلا اقول لك انا تصور لي دلوقتي وهوريها لك مكتوبة برضو قدامك. بقول لك يقال ان الادب هو فن اكتشاف شيء غير عادي عن انسان عادي او عن الناس العادية. ماشي. فبيقول لك الكاتب هو شخص خاص يمكنه تغيير هذا، ماشي، الى شيء شيق. تمام. تعال نشوف لما صيغناها بقى بلغة عربية جميلة وجذابة بالنسبة لك، هتلاقيها بقى بالشكل ده. لحظة نفعل الجديد عشان تبقى هي اللي ظاهرة قدامك. يقول لك يقال ان الادب هو فن اكتشاف شيء غير عادي عن الناس العاديين، فالكاتب هو شخص مميز يمكنه تحويل ذلك الى شكل مثير او شيق. تمام. ودي الترجمه باللغه العربيه. ونروح لي طبعا كانت انجلش واحنا حولناها للعربي. تعال نرجع للترجمه الثانيه اللي هي بالعكس، اللي هي جايه باللغه العربيه وانت هتحولها للغه انجليزيه. بتتكلم عن ايه؟ يعتبر نجيب محفوظ وهيحقي افضل الروائيين الذين عبروا عن المجتمع المصري بلغته اليوميه البسيطه، لذلك لاقت قصصهم نجاحا كبيرا وتم تحويل العديد منها الى افلام. طيب ايه الكلمات الصعبه؟ طبعا احنا دلوقتي يا دوب بنقول عن الكلمات الصعبه وبنصيغ على طول. احنا مش اول مره نحل امتحانات مع بعض، ولا اول مره تعرف اسلوب مستر ريسر في التعامل مع الامتحانات. ماشي. فالطلبه اللي متابعين معانا كل الفيديوهات عارفين احنا بدانا وحكينا كتير في موضوع ازاي نترجم. ماشي. ولذلك احنا بنشتغل على طول دلوقتي. طيب بنفكرك بان التراجم مثلا الكلمات اللي ممكن تكون صعبه احنا بنحاول نخمنها. ماشي. ولو عندك كلمه باللغه العربيه هتلاقيها كلمه اسهل باللغه العربيه، مش تغير الكلمه، انت قلت تجيب كلمه اسهل عليك انت مش نغير الكلمه.
يعتبر نجيب محفوظ راح يحقي افضل روايين يعني روايين اللي هي كلمه نابلس. تمام. طيب عبروا عن المجتمع المصري اللي هو ذا ايجيبشن سوسايتي. ماشي. افري داي كلمه لغات ونعملها افري داي لانجويج. طيب بسيطه سمبل. لاقت قصصهم نجاحا. their novels او their stories succeeded. مثلا حاجات زي كده تم تحويلها الى افلام اللي هي عندي يحول الفيلم معناها make into a film. ماشي. طيب نشوف الصياغه باللغه الانجليزيه السليمه للترجمه اللي قدامنا هتبقى نجيب محفوظ عن يحيى حقي are considered the best novelists. كلمة novelists معناها روائيين. to express بمعنى يعبر عن او ممكن تقولها show. يعني ممكن تقول to express the Egyptian society او to show the Egyptian society. الكلمتين ينفعوا. تمام. with its simple everyday language. بنكمل. so the novels achieved a great success and many of them were made into films. والعديد منها تم تحويلها الى افلام. وكده الترجمه تكون قلناها باللغه الانجليزيه. اقراها مره كمان. نجيب محفوظ عند يحيى حقي are considered the best novels to express the Egyptian society. او ممكن تقول to show the Egyptian society with its simple everyday language. so the novels achieved a great success and many of them were made into films. ونرجع للسؤال اللي فاضل معنا وده سؤال الايسي. عنوانه بيبقى بالشكل ده write an essay of about 180 words on the following topic. بتكتب 180 كلمة على الموضوع اللي هو جايبه. الموضوع اللي هو جايبه what kind of novels do you like to read. ايه نوع القصص او الروايات اللي بتحضرها. give reasons of for your answer. طبعا بتديني مبررات لما يكون طالب منك حاجة زي كده. طبعا انت بتتكلم بتديني جول المقدمة تتكلم ان انت بتحب القراءة عموما وبعد كده بتبدأ في صلب الموضوع او في اسم الموضوع تتكلم عن نوع القراءة المحددة اللي انت بتحبها. انت بتحب تقرا نوفلز. ماشي. طيب نوفلز اللي انت بتحب تقراها ايه؟ ادفنتشر نوفل ولا ايه بقى ولا فيكشن ولا ايه نوع النوفلز انت بتحب تقراها؟ لما تيجي تتكلم عن نوع النوفلز انت بتحب تقراها تقول لي انا بحب اقرا مثلا الادفنتشر نوفلز اللي هي اللي فيها مغامرات. طب ليه انت بتحب ليه النوع ده من القراءه؟ هل وايه القيمه اللي انت بتلقي عليك من ده؟ ايه الفايده اللي انت بتاخدها من ده؟ ايه الخبرات اللي انت بتكسبها من ده؟ يبقى انت بتحب نوع معين من القراءه او قراءه النوفلز يعني نوفلز معينه علشان كذا وكذا وكذا. تديني مبرراتك لده وبعد كده بتختم بجمله تقول فيها رايك النهائي عن الموضوع انت بتتكلم فيه. ماشي. وكده يكون انتهى الامتحان بتاعنا وبنختم معاك مع شاشه ترجمه ونقول لك ان صحيح التيست ده انتهى لكن لسه لدينا العديد والعديد من الاختبارات والتدريبات اللي هنحلها ان شاء الله على المنهج بتاعك مع معلم خبير الانجليزيه مستر يوسف عزت من مدرسه سماسه من بلد محافظه سوهاج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.